هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، منوريني طبعا كل متابعيني مشتركيني الجداد واللي برحب بيهم الجداد عندي في قناتي الجديدة، وكل ما يخص الست عليها ايمي كوين، من وصفات ونصايح ولبس وشوية دلع وشوية وصفات خاصة طبعا للرجالة وللستات طبعا، وفي وصفات طبعا مخصوص للستات، وهي قناتي انا ايمي كوين. وصفه النهارده وصفه زي ما قلت لكم، هيبقى كل اللي عليها وصفات واكلات وحاجات متنوعه للستات فقط. وصفتنا النهارده بسيطه خالص وسهله ومفيده جدا جدا، وحاجه كل الستات بتعاني والبنات كمان بتعاني منها، زياده الشعر الزائد في الجسم او نمو الشعر بطريقه كثيفه وبطريقه خفيفه. عامه نمو الشعر بيضايق كل الستات. احنا هنعمل وصفة النهاردة مفيدة جدا جدا وحلوة، ومع تكرارها كتير بتشيل نسبة 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 لحد ما تشيل الشعر خالص من الجسم كله، ومنها كمان مقشر، فيها المكونات بتاعتها مقشر يعني ماسك للجسم، وبيدي لمعة حلوة وبيدي بياض تفتيح حلو برضو بالذات للأماكن الحساسة. هنشوف وصفتنا النهاردة، تعالوا نشوف هنعمله ايه. اولا مش السكينة طبعا، اولا ليمونة او حسب احتياجك او حسب المكونات او حسب الكمية اللي انت هتستخدميها معانا في الماسك او في اللي احنا هنعمله، في الطريقة اللي احنا هنعملوها او في الوصفة اللي احنا هنعملوها النهاردة. والسكر ومعجون سنان، اي نوع طبعا معجون سنان، اي نوع مش هنختلف مع بعض. اول حاجة طبعا ننضف الليمونة بتاعتنا، ناخده الاول ثاني معلقتين سكر او على حسب برضو احتياجك للكمية اللي انت هتختاريها وهتعمليها، جزء في الجسم او الجسم كله حسب الكمية هتزودي المكونات معانا. والليمون طبعا ضفناه، نضيف طبق اكبر شوية، زي ما انتوا شايفين كده معلقة كبيرة عصير الليمون، ومعلقة كمان، وطبعا زي ما قلت لكم على حسب الكمية اللي انت هتعمليها او اللي انت هتستخدميها على جسمك هتزودي في المكونات على اساسها. وصفة جامدة جدا عن تجربة. هنحط عليها السكر بتاعنا، نقلبه ليمون مع السكر، زي ما قلت لكم هي برضو فيها مقشر للجسم او للمنطقه اللي انت هتجيبي السكر اهوت، كل ما هتزودي الكميه كل ما هتزودي معاكم في المقادير. السكر مع الليمون، هنحطه معجون السنان برضو على حسب الكمية. احنا بس في وصفتنا هنكمل زي ما انتوا شايفين كده، نضيف برضو المعجون مع الوصفة بتاعتنا، هي معلقتين عصير ليمون ومعلقتين سكر ومعلقة كبيرة معجون سنان. وصفة سهلة جدا طبعا، مش هقول لكم من اول مرة بتبان النتيجة ولا من تاني مرة، مع التكرار بيقتل الخلايا اللي مسؤولة طبعا عن نمو الشعر، واحدة واحدة بتختفي خالص الشعراية بديل الليزر بمعنى أصح.
زي ما انتم شايفين كده نخلطهم بس كويس. هي مقشر جدا، حلوة قوي 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 للجسم، بالذات للاماكن الغامقه في الجسم، وفعاله وبتدي نعومه وبتدي بياض وكل حاجه. خلطنا كده كله مع بعضه. اكتر حاجه بتضايق الستات الشعر الزايد في الجسم عامه، زي ما انتم شايفين كده زي الكريم. تزودي طبعا على حسب احتياجك او على حسب الجزء اللي هتحطي فيه او هتدهني بيه جسمك او هتعملي بيه الكريم بتاعنا او الخلطة بتاعتنا، هتزودي في الكمية. نجرب بقى مع بعضينا، مثلا الطريقة دي طبعا بايدينا بجوانسي زي ما انت حابة، وهتفضلي كده لمدة 5 دقايق وحركات دائرية كده. زي ما انتوا شايفين كده مقشر للجسم وكريم ومرطب والتفتيح والكل حاجة، واهم حاجة طبعا لنمو الشعر الزايد في الاماكن، في أماكن الجسم كلها والأماكن الحساسة. وحركة دائرية كده بس لمدة 5 دقايق. لازم كده لحد ما ينشف معاكي أو توزعيه على قد ما تقدري. المنظر دوت وادي الفرق والنعومة. طبعا مش قادرة اقول لكم، كريم مش ماسك ولا وصفة عادية، كريم مرطب جدا للجسم، نعومة مش قادرة اقول لكم. طبعا الفرقة والتدليك بحركات دائرية على قد ما تقدري، تفضلي تفركي كده او تلفيه كده بحركة دائرية على جسمك على اي مكان. المنظر دوت في فرق رهيب حتى في احساسك وانت بتدلكيه على جسمك، بالنعومة رهيبة. طبعا الليمون اصلا بيفتح الجسم، السكر مقشر للجسم، ففي كل الفوائد. طريقه زي ما انتم شايفين كده حركات دائريه، تحسي بفرق كبير. نشطب بقى معانا، المفروض ندلك على قد ما نقدره بس طبعا عشان انا ما اطولش عليكم، افضل يعني ميه فترة من الحنفيه، الميه بتاعتنا العاديه نعومه يا جماعه بجد بجد، يعني هتجربوا وهتقولوا. فرق طبعا رهيب، في فرق برضو. وطبعا زي ما قلت لكم، طبعا زي ما قلت لكم ديت مش بتبقى من اول مره او من اول الطريقه ما بتعملوها وتستخدموها من اول مره هتدي معاكم او هتدي معاكم، في فرق قبل وبعد هتدي معاكم نتيجه. لا طبعا مفيش اي حاجه من اول مره بتعمل نتيجه، بس هو بجد بديل عمليات الليزر في ازاله الشعر نهائيا من الجسم، واحدة واحدة ومع التكرار بيعلم الشطار. ودايما زي ما قلت لكم زي ما وعدتكم، وصفات مع ايمي كوين في قناتي الجديدة ديت للستات فقط، نصائح ولبس وكل ما يناسب الست من البيت، من بالليل للصبح للسهرة للخروج للدلع.
اي حاجة طبعا هتبقى معاكم، وكل جديد وجديد معاكم في الخاص. واتمنى ان انتوا تدعموني، واهم حاجة اشتراككم وبصمتكم الحلوة واشتراككم في القناة ايمي كوين. واهلا وسهلا بالناس اللي معايا في كل حتة، والناس اللي بتبقى متابعاني على قناتي ايم فن وايمي كوين، وفي كل حتة انا ببقى موجودة فيها طبعا بشكرهم جدا جدا وعارفاهم والف شكر ليهم. والناس الجديدة معايا اللي ما اشتركتش تشترك معايا في ايمي كوين. مع كل جديد وجديد مع الستات وبس. باي.